وقيم الشهادة وعن العطاءات، فأكيد نستذكر أبناء الشهداء، ولأن لأبناء وبنات الشهداء حق علينا لا نبخسه، هم حاضرون معنا دائما وفي كل مناسبة كما أرواح آبائهم. كرمال هيك أكيد رح ننتقل لمدرسة أبناء وبنات الشهداء من هذا المكان الأنقى على الأرض لحتى نتعرف على القيم يلي ورثوها عن آبائهم، قيم الشهادة، قيم الإباء، قيم التضحية، وهي أعلى القيم يلي آبائهم قدموا، يعني أغلى ما يمكن أن يقدم للوطن. خلينا ننتقل هلا لزميلتنا باسمة النيشي يلي موجودة هناك. باسمة تحية لإلك. تحية لإلك رشا، تحية لضيوفك، كل عام وأنتم بخير. التحية الأولى والأخيرة أكيد لأبطال الجيش العربي السوري، الرحمة لشهدائنا. للنصر دائما صناع، وللنصر أبطال، وللنصر قرابين. شهدائنا هن شمس سوريا الساطعة من 6 تشرين لحتى اليوم. اليوم الأبناء عم بيكملوا مسيرة الآباء نبل وبطولة وصمود. نحن اليوم بهيئة مدارس أبناء وبنات الشهداء لأنه بلتشرين والانتصارات تشرين لون ثاني ومعنى عظيم. Thank you.
رشا، هذا الكورال من مدارس أبناء الشهداء بقيادة الأستاذ عماد اللي بدنا نوجه له تحية على تعبه مع الطلاب بالمدرسة، وأكيد بدي أقول للست السيدة والأم شهيرة فلوحي سعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيكم في مدارس أبناء الشهداء. نحن اليوم بسادس من تشرين، الجيش العربي السوري من مجد إلى مجد، شو حابة تقولي بهي المناسبة؟ اليوم نعيش ذكرى غالية على قلوبنا جميعا، هي ذكرى حرب تشرين التحريرية، هذه الملحمة التي قادها الجيش العربي السوري بالتنسيق من القائد المؤسس حافظ الأسد. وعندما نذكر تشرين لابد وأن نذكر صورة القائد المؤسس حافظ الأسد الذي اعتمد على نقطتين أساسيتين في حرب تشرين التحريرية. النقطة الأولى هي التفاف الشعب حول قيادته الحكيمة وثقة الجيش، ثقته بالجيش العربي السوري الذي قام وانتصر في حرب تشرين التحريرية. والنقطة المهمة الثانية الشهادة والشهداء، هو اعتبر دائما الشهادة هي طريق النصر، وبالشهادة وحدها تحيا الأمة، لذلك أعطى هذا الموضوع أهمية كبيرة منذ القديم. واليوم يتمثل هذا الاهتمام سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد. أراد القائد المؤسس حافظ الأسد أن يكرم الشهداء، فكرمهم بافتتاح هذه المدارس النموذجية الفريدة من نوعها في العالم، كرمة لعيون شهدائنا الأبرار، حماية لأبناء وبنات الشهداء. ومدارس أبناء الشهداء هي ليست مدارس عادية، هي مدينة متكاملة نعيش فيها كأسرة كبيرة من كل سوريا، هي سوريا المصغرة. لذلك ترين هنا التقارب بين كل المحافظات بشكل جميل وملفت للنظر. فمن هذا الصرح وجه تحية لسيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، وأقول له كما حقق القائد المؤسس النصر في تشرين التحرير حكما سيكون النصر، وبدأنا نرى نصرا تلو نصر من جيشنا العربي السوري. فتحية إلى سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد وإلى جيشنا المغوار، والرحمة لشهدائنا الأبرار. شكرا كثير لك ست شهيرة. أيضا معنا لليوم من مدارس أبناء الشهداء المخرج السينمائي المهند كلثوم، يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم ويسعد أوقات كل مقاتل عم بيقاتل هلأ على الجبهة لتبقى سوريا حرة عزيزة، والرحمة أكيد لآبائنا الشهداء، شهداء السنوات الماضية وحروبنا الماضية أكيد ما بتنتسى. وأكيد يسعد أوقات مشاهدين اللي عم تابعونا على قناة سوريا دراما ضمن بث المباشر لذكرى حرب تشرين التحريرية. مهند، جدك استشهد بحرب تشرين التحريرية، والدك بحرب 88، وانت اليوم موجود ايضا بمناسبة مثل مناسبة 6 تشرين، وحضرتك كملت هاي المسيرة وصرت مخرج سينمائي وعم بتقدم شيء عن طريق السينما، عم بتقدم اكيد شيء لابطال الجيش العربي السوري، عم تقدم شيء للوطن. خلينا نحكي شوي عن كيف قدمتوا التضحيات كمخرجين، كيف عم تشتغلوا لسه لتقدموا شيء اكثر. انا باعتقادي دائما اي حدا بالبلد هو مقاوم، بقي بالبلد فهو مقاوم، سواء راعى شغله سواء راعى مدرسته. يعني اليوم ابناء الشهداء حتى الموجودين بالمدرسة هن عم بيداوموا مدارسهم وبيجتهدوا، هذا كمان اسمه صمود ضمن نحن حرب عم تشن علينا. فباعتقادي المخرجين كذلك والفنانين كذلك الأمر، هن خط الدفاع الثاني خليني أقول بثقافتهم، حماية الهوية الثقافية السورية من الاندثار أو حتى اللي يحاولوا يحاربوها. إذا الجيش العربي السوري هو خط الدفاع الأول لحماية التراب السوري، فأكيد الفنانين والمثقفين هن كمان خليني أقول خط الدفاع الثاني للدفاع عن الهوية الثقافية السورية. يعني اليوم الفنان المخرج الموسيقي حتى أنا باعتقادي كمان شأن المقاتل على الجبهة، لأنه هويتنا هي أساسنا، هويتنا السورية الثقافية هي أساسنا، لأنه دائما أي شعب بالكون يقاس مدى ثقافته بأفلامه بموسيقى
بطريقة وبفنه. فلهيك نحن بعتقد مو بس الفنانين أو المخرجين قاوموا بالبلد، معظم الشعب السوري كل واحد من مكان عمله كان عم بيقدم ويضحي لحتى تبقى سوريا عزيزة. فواجبنا اتجاه، يعني أنا دائما بقول شعار بحبه كتير، سوريا بتستحق. فأكيد هذا الشعار مو مهند كلثوم رفعه أو حتى أي شخص تاني، لا، هذا عقيدة أي مقاتل سوري بالبلد، هي سوريا بتستحق. لو ما سوريا بتستحق ما كان قدم دماءه وقرابين لسوريا لحتى تعيش، تحيا سوريا وتعيش حرة كريمة. فيوم استثنائي حرب تشرين، ذكرى حرب تشرين، وأكيد نحن ننتظر يوم ثالث. يعني بأبناء الشهداء دائما عندهم يومين أعياد، عيد الشهداء وحرب ذكرى حرب تشرين، وإن شاء الله قريبا راح يكون في إنا يوم نصر بنصر قريب جدا نحتفل فيه، وهو يوم الفرحة الكبيرة. لك مهند، ايضا معنا اليوم بمدرسه بنات وابناء الشهداء الفنان رامي كزور، يلي حب يكون موجود اليوم مع ابناء الشهداء بهيدا اليوم. يسعد اوقاتك. مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله كل عام وانتم بخير اول شيء. اكيد وانتم بخير. وتواجدكم مع ابناء الشهداء بيوم مثل هذا، المعنويات يلي عم بتقدموها للاطفال الموجودين طلاب المدارس واللي عم بيمشوا على طريق ابائهم. هلا هنون مشرفينا بانه مستقبلينا بيناتهم، هذا شرف كبير لاي فنان ولاي انسان يكون بهي المدرسه العظيمه اللي ابائهم قدموا الغالي والنفيس كرمال سوريا تبقى صامده، تبقى عزيزه، تبقى حره. نحن اكيد مشرفينا مع الاساتذه الافاضل اللي ربوا جيل كامل. طبعا اي شيء بينقال واي شيء بينحكى لابناء الشهداء هو شيء كثير قليل. يعني ان شاء الله نكون نحن عم نقدر نقدم ولو شيء كثير بسيط، نقدر من خلاله نرسم البسمه على وجوههم. كل عام وبلدنا بخير، قائدنا بخير، جيشنا الصامد بألف خير، اعلامنا بخير الله يا رب. بدي اتشكر اليوم مدارس ابناء الشهداء يلي استقبلتنا واللي خلتنا يكون موجودين بيوم عظيم مثل السادس من تشرين. بدي اتشكر الكورال، شكرا لكم. بدنا نتشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا اليوم، الاستاذ عماد، بدنا نتشكره كثير. بدي لكم تحيه لكم مشاهدينا، اكيد التحيه الاولى والاخيره لابطال الجيش العربي السوري، رحمه لشهدائنا واكيد الشفاء العاجل لجرحانا. عوده لك رشا. شكرا كثير لك باسمة، وتحية لضيوفك، وأكيد كل الرحمة لأرواح شهدائنا من حرب تشرين التحريرية وحتى الآن. هلأ